ونتحول مشاهدينا الكرام في هذه الجولة إلى الشأن اللبناني، فقد سجلت الليرة اللبنانية سقوطا جديدا بالأمس بعد أن أصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 13,000 ليرة، أي أن العملة المحلية فقدت نحو 90% من قيمتها خلال عامين، مما نتج عنه تداعيات مدمرة على المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود. يعاني لبنان أزمة سياسية واقتصادية، علاوة على تراكم الديون الهائلة والتي تتجاوز 90 مليار دولار. كما شهد لبنان احتجاجات واسعة وصل إلى قطع الطرقات بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وعبر الهاتف من بيروت ينضم إلينا الأستاذ رؤوف أبو زكي، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال. أستاذ رؤوف، بداية صباح الخير. يسعد صباحك، شكرا. أهلا بحضرتك. طبيعي أننا بعدما نقول هذه المعلومات فيما يتعلق بالاقتصاد اللبناني وأيضا سعر الليرة اللبنانية، السؤال الذي يطرح نفسه: ما المتوقع في المرحلة القادمة؟ ما الحلول الموجودة على الأفق حتى الآن؟ اولا بدي اقول لك انه انت عم تقولي الدولار صار 13، هو فعليا 14,500، عم يتغير بين ساعه وساعه. وبالتالي نحن يعني امام احتمالات ثلاثه: او انفجار اجتماعي، او انفجار سياسي، او انفجار امني، لانه الوضع خطير جدا للمستهلك وللمواطن وللتاجر ولكل اطراف فئات المجتمع. يعني القوى الأمنية اللي صار راتب الجندي أو ضابط أو كذا صار قيمة راتبه أقل من راتب الخادمة اللي عنده، وصار وضع خطير. فنحن أمام وضع يعني أمام وضع معقد للغاية. نعم طبعا، هذا ما يتعلق بالتأكيد بالنسبة للبيانات، حتى المعلومات التي قلناها فيما يتعلق بحالة الاقتصاد اللبناني وسعر الليرة أمام الدولار. إذن يعني هناك مشكلة في فكرة القدرة الشرائية، لكن السؤال: ماذا بعد؟ ما قلنا ماذا بعد، نحن أمام هلق مأزق كبير. ألا يوجد أي سيناريو آخر ربما يكون فيه الحلول؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أفق واضح، لأنه نحن في ذروة الصراع الإقليمي في لبنان وفي المنطقة. وبالتالي هناك الحكومة في عنق الزجاجة، فهناك شروط وشروط مضادة، ولبنان لا يستطيع لا الهروب إلى الأمام ولا العودة إلى الوراء، والأوضاع تتفاقم ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم. فكل يعني مرحلة نحن عم نشهد احتضار مرحلة وبانتظار مرحلة جديدة أفقها غير واضح. برز من خلال كم يوم نبرة قوية لقائد الجيش، يلي هو ممكن يكون عند الناس هيك خشبة خلاص، ولكن نحن تركيبة الجيش وتركيبة الوضع بلبنان في حدود للأشياء هذه. طيب أستاذ رؤوف، يعني حضرتك رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال، إذن دعنا نتحدث عن الفكرة الاقتصادية كمتخصص في هذا المجال في الاقتصاد. من الناحية الاقتصادية، ما الإجراءات التي من المفترض أن تتخذ حتى يتم إنقاذ هذا الأمر، أو على الأقل يعني وقف ما يحدث؟ المشكلة هو الأزمة السياسية وانعكاساتها على الأمور الاقتصادية. منا اقتصادية بحتة لحتى نجي نقول الحلول الاقتصادية. إذا تم تشكيل الحكومة غدا تتغير المعطيات، و يعني بتعود الثقة إلى الناس، وبدأ يتراجع سعر الدولار، السعر الناتج عن الحالة النفسية. أما السعر اللي بيعبر عن واقع، حضرتك بتتكلم على ان هذا السعر هو سعر غير حقيقي، يعني على ارض الواقع سعر غير حقيقي، هذا سعر سياسي، سعر الازمه. اما السعر الاقتصادي اكيد اقل من هيك، ولكن بالتاكيد هو سعر غير ما كان عليه. نحن يعني نحن عندنا اليوم اضافه الى الكورونا الصحيه اللي عم نشوفها، في كورونا نقديه ومصرفيه وسياسيه،
والخوف أن تصبح أمنية، لأنه نحن أمام وضع معقد للغاية. في ظل هالوضع يعني ما بتعرفي يعني أي خطأ يعني، وبهالوقت هذا صار في فعليا انهيار، يعني انهيار للوضع المصرفي، عجز عند مصرف لبنان. فطبيعي عم في محاولة لتحميل حاكم مصرف لبنان كامل المسؤولية ليكون كبش محرقة، وهذا في ظلم وإن كان هو أحد المسؤولين. يعني طيب أستاذ رؤوف، يعني نعم. حتى نكون أكثر تفاؤلا، دعنا نتحدث عن السيناريو اللي حضرتك ذكرته، أنه إذا تم تشكيل حكومة في الغد على سبيل المثال، نحن لا نتحدث عن الغد على أرض الواقع بالفعل، لكن نقصد في القريب العاجل، الإجراءات الاقتصادية التي من المفترض أن تتخذ في هذه الحالة ما هي؟ هي أول شيء لما بتتشكل حكومة ونستعيد الثقة الخارج بلبنان، يعني الخارج هيئات التمويل العربية والدولية، يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق العربية تحديدا السعودية ودول الخليج الأخرى، ساعتها بيصير في تدفق للرصميل إلى لبنان، وبالطبيعي بيتراجع سعر الدولار. نحن في عنا أزمة سيول. هذه أول نقطة، أنه بطبيعة الحال عندما يكون هناك ثقة في هذا البلد لأن هناك حكومة مستقرة، إذن سعر العملة سيتحسن، وما الأمور الأخرى؟ الأمور الأخرى أنه يصير في إصلاحات بالبلد، لأنه إذا ما صار في إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية ووضع حد للفساد المستشري في المجتمع على كل المستويات، فالمجتمع الدولي نفسه إذا ما صار إصلاحات ما رح يعطي تسهيلات. يعني الأمور مرتبطة ببعض البعض، وبالتالي نحن في دوامة هلق إلى أن يصير في انفراج خارجي، لأنه الحل ما رح يجي من الداخل. هلق الداخل ممكن بالتفاهم الداخلي نخفف من وطئة الأزمة، نخفف من حدة المظاهرات والقفز المتواصل للدولار، ولكن إذا ما صار فيه انفراج بالعلاقات لبنان العربية والدولية، فنحن سنشهد المزيد من التدهور بالعملة وبالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية. نعم، من بيروت الأستاذ رؤوف أبو زكي رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال، جزيل الشكر لحضرتك، ونتمنى أن تنزاح يعني هذه الأزمة الاقتصادية عن لبنان وكل الأزمات التي من الممكن أن يمر بها لبنان، نتمنى أن تنزاح سريعا بإذن الله.